السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كيش رائع جدا بعجينة خرافية سهل جدا في التحضير ديالو، والأهم من ذلك هي الحشوة الرائعة جدا واللذيذة. قبل ما نمشيو نشوفوا المكونات والعناصر وطريقة تحضير الكيش ديالنا، نبقاو مع فيديو ديال المسابقة اللي محضرين لكم رائعة جدا، نتمنى تشاركوا فيها ومشيو نتابعوا الفيديو. في هذه المسابقة غادي يكون معنا 11 فائز، كل فائز غادي يربح معنا 50 أورو، أي 50 أورو اللي هي 500 درهم مغربية. فين ما كنتي في أنحاء العالم غادي توصل حتى لعندك، ما غادي تعرف إلا تمشي تستلم الجائزة ديالك. باش تشارك في المسابقة ما عليك إلا تتبع الشروط التالية اللي هي سهلة بزاف. غادي ندخلوا اليوتيوب، غادي نمشيو البلاصة ديال الغوشيرش، غادي نكتبوا سكينة السويرية، غادي تخرج لينا القناة ديال سكينة السويرية، غادي نديرو عندها ابوني، وغادي نمشيو للفوق فين مكتوبة شان، او اللي عنده بالعربية غادي تكون مكتوبة قنوات. غادي نلقاو 11 قناة، هاد 11 قناة خاصنا ندخلو عندهم كاملين، نديرو لهم ابوني مع تفعيل الجرس. ضروري ما نفعلو الجرس باش نتواصلو دائما بالجديد ديال الفيديوهات ديالهم. في المثال غادي ندخل القناة ديال إكراميتا شانيل، غادي نشوف هذا الفيديو هذا اللي مشاركة معنا فيه روتين ديالها ديال الصباح. غادي نشوف الفيديو شوية، غادي ندير ليها جيم، وغادي نخلي ليها تعليق محفز. شناهو تعليق محفز؟ هو اننا غادي نكتبو تعليق في الموضوع ديال الفيديو، هنا شاركت معنا الروتين ديالها، غادي ندير ليها شكرا لك اكرام على مشاركتك الروتين، زائد قلب ازرق. ضروري ما نكتبو قلب ازرق، الكومونتير اللي ما مكتوباش فيها قلب ازرق ما غاداش تحسب، لانه يوم السحب غادي نختاروا لي كومونتير اللي فيهم قلب ازرق. وباش تضاعفوا الحظوظ ديالكم في الفوز، خاصكم اي فيديو تنزل من هاد القنوات هادو في هاد الفترة ديال المسابقة اللي هي من 2 حتى 23 اكتوبر، خاصكم ديروا ليه جيم وتخليو تعليق محفز زائد قلب ازرق. ضروري ما تخليو قلب ازرق. نفس الشيء بالنسبة للقنوات كاملين، ما تنساوش هاد الشروط هادي اللي هي ضرورية. كنتمنوا لكم حظ موفق وان شاء الله تكونوا من الفائزين. كيف ما شاهدتوا معايا اخوتي، هذا هو لا فيديو ديال المسابقه وطريقه ديال الاشتراك فيها. شروط بساط بساط جدا، نتمنى تشاركوا فيها وتكونوا ان شاء الله من الفائزين، علاش لا، وحد موفق للجميع. ونمشيو نشوفوا طريقه تحضير المكونات ديال الكيش ديالنا، ونبداو على بركه الله نقولوا بسم الله. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو، كيف ما كتشاهدوا معايا بساط جدا. عندي هنايا كنحتاج 2 كؤوس من عبار العنبه يكونوا مملوئين جيدا من الدقيق الفورس، وعندي هنايا نصف كاس من الزيت المائده من عبار العنبه كذلك، وعندي 4 ديال المعالق كبار من الماء من الصنبور يكون بارد من الاحسن، وقليل من الملح. كيف ما كتشوفوا هادو هما العناصر اللي كنحتاجو في العجين ديالنا، سهله جدا التحضير. ممكن تحضروا بها كيش عائلي او كيش فرديين حجم صغير. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ واحد الفول وكنوضع فيه 2 كؤوس من عبار العنبه من الدقيق، رشه من الملح، ونصف كاس من عبار العنبه من الزيت فقط. هادو هما المكونات ديال العجين ديالنا، كيجي هش رائع جدا بدون حليب بدون بيض بدون زبده، عجين يعني سهل وبسيط في متناول الجميع. على فكره كيجي رائع جدا. كنحاول نخلط المكونات جيدا، كيف ما كنقولوا كنبسبس داك الدقيق مع الزيت حتى كيترمل ليا، ثم كنوضع 1/4 كأس من الماء. الا ما كفاكمش داك الماء 1/4 كأس ديال الماء، يعني 4 ديال المعالق كبار، ممكن تضيفوا 2 معالق اخرين كبار من الماء، لان على حسب الدقيق النوعيه ديالو كتختلف كما كتعرفوا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنجمع العجين ديالي، يعني ما كندلكها، ما كان غير كنجمعها باليد ديالي حتى كنحصل على واحد العجين ما يكونش رطب وما يكونش قاصح، يعني كيكون شاد راسو. كيف ما كتشوفوا كتعرفوا العجين ديالي كيش كيكون شاد راسو. كنوضعو في واحد كيس بلاستيكي وكنخليه جانبا يرتاح باش نمشي نحضر الحشوه ديالي الرائعه جدا وسهله واقتصاديه في متناول الجميع. كناخذ المقله ديالي، وكناخذ عندي تقريبا هنا 250 غرام من اللدن او الدجاج،
ممكن ديروا الطون اي حاجه عندكم او الكفته. عندي حبه من البصل متوسطه الحجم اللي فرمتها جيدا يعني شلتها رقيقه، ثم كنوضع في المقلاه وكندير قليل من الملح قليل من الابزار والقليل من الزيت، وكنوضعها على النار كتشحر على نار تكون مهيله يعني باش طيب على خطرها. كنقص عليها النار وكنخليها تشحر مره مره، كندوز كنحركها بالملعقه وكنخليها تشحر على خاطرها. كيف ما يمكن لكم ديروا الكفته، كيف ما يمكن لكم ديروا الطون او اي نوع من الخضار. انا خليت المقله ديالي على النار مهيله وكنمر الان باش نطلق العجينه ديالي، ودرت ورق الطبخ اي بابي كويسون يعني غير باش ما تلتصقش ليا العجين، وفي نفس الوقت ملي نبغي نهزها ونوضعها في المول تجيني ساهله ما تقطعش معايا. كما كتشاهدوا معايا كنطلقها على شكل دائري. انا عندي هذا المول هذا اللي كيتسحب من الاسفل، ممكن ديروها في مقلات ديال الحرشه، ممكن ديروها في اي مول عندكم شكل دائري او مستطيل او شي طاوه. الاساس وهو هذه العجينه ديالنا كتجي رائعه جدا وهشه. كما كتشاهدوا معايا انا قلبت بابي كويسو، لهذا ممكن تلقوه في اي بلاستيكه او بابي كويسو باش تجيكم ساهله توضعوها مباشره في المول ديالكم. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنبسط العجين وكنحاول نرفع العجين على الحواف، وكنضغط بالاصبع ديالي باش نشكل واحد الدائره اللي تكون متساويه، ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. ها هي دابا بعد ما قديتها، هادو هما ليمول الفرديين، ممكن ديروها في ليمول عائلي او ليمول الفرديين. هاد الكيش ديالنا كيجيو على فكره رائعين جدا اللي عنده متوفرين عنده هاد الليمون الفرديين. انا بصراحه ما عنديش منهم عدد كثير، لهذا فضلت نديرها في ليمون عائلي. ثم كناخذ واحد الفورشيت او اللي كيغدو كندير ثقوب عديده. على فكره هاد العجين ديالنا ما كتحتاجش طيب نص طيبه، عاد كنديروا فيها الحشوه مباشره، كنديروا فيها الحشوه ديالنا، لهذا جد سهله وما كتاخذش منا وقت بزاف يعني في التحضير ديالها. مجرد ما كنخلي اللدن ديالي او الكفته كتشحر كنطلق العجين. عندي هنايا واحد العلبه من الشامبينيون مصبر اي معلب، وعندي 4 ديال المعالق من الزيتون، يعني هذه مساله اختياريه، ممكن تضيفوا شامبينيون او مرتديلا او الجزر يكون محكوك ومشحر مع القرعه، اي نوع من الخضر. بعد ما كان يتشحر ليا الكل جيدا، كيف ما قلت لكم ممكن ديروا كفته ممكن ديروا الطون اي حاجه. كنحضر هنايا الصوص ديالي الرائع جدا البديل على البديل ديال صوص بيشاميل. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا 3 ديال الحبات من الفرماج، وعندي 2 بيضات، وعندي كاس من الحليب. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنحاول نمزج الكل جيدا بالفورشيت. انا درت الا ما بغاش يتمزج لكم ممكن تستعينوا بواحد جيدا هاد الفرماج مع البيض، يعني خصو يتخلط جيدا ما يبقاوش باينين داك الحبيبات ديال الفرماج، باش كتعطيني واحد الكريمه مبزوجه جيدا. ممكن تستعملوا فوي يدوي. كيف ما كتشاهدوا معايا انا ضفت قليل من الملح وقليل من الابزار، وضفت كاس كبير من عبار العنبه من الحليب، وكنخلط الكل جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنضيف قليل من الفرماج موتزاريلا واحد 2 معالق كبار الا متوفر عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما تشحر ليا لاداند والبصله، كناخذ ليكيش ديالي اللي تقبتهم بطبيعه الحال بالفرشيط، وكنوضعهم فوق العجينه وكنوزع الكل جيدا. كيف ما كتشوفوا معايا هاد ليكيش ديالنا العجين ديالو بلا ما نطيبوها نص طيبه، يعني غير مباشره كنديروا فيها حشوه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنصب هاد الخليط ديال الفرماج والبيض والحليب، كيجي رائع جدا، يعني ملي غتجربوا هاد الصوص هذا غتستغناو تماما على صوص بيشاميل، يعني كيجي رائع جدا صدقوني ملي غتجربوا غادي يعجبكم. واللي عنده القليل يعني لم توفر عندكم قليل من الفرماج موتزاريلا ممكن تضيفوه من الفوق. انا درت الفرن ديالي سخون على درجه حراره 180 درجه، وغادي نوضع ليكيش ديالي في الفرن وغادي نقص المتوسط. المده ديال الطهي ديالنا ديال هاد ليكيش 30 دقيقه، يعني نصف ساعه، ولا درتوها الصغار 15 دقيقه اي ربع ساعه كيكونوا واجدين معنا.
كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما لي كيش ديالنا بعد ما طابوا، بعد ما دازت 30 دقيقة أي نصف ساعة. على فكرة أنا وضعتهم في الفرن، شعلت عليهم غير من الأسفل، ما شعلتش من الفوق، وكيطيبوا يعني بلا ما ديروا ترجعوا من التحت باش يتحمروا، راه كيطيبوا يعني في نفس الوقت. هادو هما لي كيش ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا. درت أنا اليوم لي كيش يعني عائلي، حجم كبير، وممكن ديروه الفردي، اللي عنده ليمون صغار ممكن ديروه فردي، كيجي رائع جدا. كما كتشاهدوا معايا كيجي محمر وطايب على خاطره، المده ديال الطهي ديالو للتذكير فقط 30 دقيقه كيكون واجد معنا. ها هما دالي كيش، كنقطعهم يعني بالقطعه ديال البيتزا او بسكين، يكون فيه سنينات لان العجين ديالنا هشة وكتجمع ما بين الهشاشة والقرمشة والطراوة ديال الحشوة ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا العجين ديالنا راه كيتفتت، كيجي تماما بحال العجين ديال صابلي، يعني عجين ديال كيش خالي من الزبدة او البيض او الحليب، بدون هاد المكونات، وكنحصلوا على كيش رائع جدا. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا الحشوه طابت هي على خطرها، حيت فيها البيض والحليب والفخوماج، كيتمزج لينا مع الشامبينيون والزيتون والدجاج او لدان، كيجي رائع جدا. ونعاود نذكركم ممكن ديروا اي حشوه بغيتوا، ممكن ديروا غير الخضار او الكفته او الطون، اي حاجه، ولكن ما تستغناوش على الصوص وعلى العجين، كيجي رائع جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنذوق قدامكم، ولفت الماقة معكم، ضروري نذوق انا الاولى الوصفات، كتجي رائع جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا العجين ديالو هشه، اما الحشوه يعني كتجي رائعه جدا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط، وما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم البنائين. وبالنسبة لأول مرة كينضم لقناتي، يفعل الجرس باش يتوصل دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. وكنشكركم المتابعة، وما تنساوش تشاركوا في المسابقة، وحظ موفق للجميع، ونتمنى تكونوا من الفائزين، وبصحة وراحة. شكرا لكم متابعة، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله، ومع السلامة.